أهلا بحضراتكم في الكورس التدريبي المجاني في مجال السلامة والصحة المهنية بعنوان برامج الأوشا في السلامة والصحة المهنية OSHA Safety and Health Programs. وقبل ما نبدأ كل تفاصيل البرنامج، تعالوا مع بعض ندي مقدمة عامة وفيها أهداف البرنامج التدريبية وكذلك الوحدات الدراسية. هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى مجموعة من النقاط، وهي التعرف على تكاليف الحوادث التي قد تظهر في أماكن العمل، معرفة فوائد تنفيذ برامج فعالة للسلامة والصحة المهنية، كذلك وصف عناصر برنامج فعال للسلامة والصحة المهنية، وكذلك تحديد الطرق الرئيسية لمنع المخاطر في بيئة العمل. يتكون البرنامج التدريبي من 8 وحدات رئيسية، وهي الوحدة الأولى بتبقى مقدمة عامة عن برامج السلامة والصحة المهنية، الوحدة الثانية هيتكلم عن أول عنصر من عناصر البرنامج وهو القيادة الإدارية، الوحدة الثالثة هتكلم عن جزء مهم جدا وهو مشاركة العمال في هذا البرنامج، الوحدة الرابعة هتكلم عن كيفية تحديد وتقييم المخاطر في بيئات العمل، الوحدة الخامسة هتكلم عن كيفية منع ومراقبة هذه المخاطر، في الوحدة السادسة هتكلم عن دور التعليم والتدريب في برامج السلامة والصحة المهنية، الوحدة السابعة هنتكلم عن كيفية تقييم البرنامج وكيفية عمل التحسينات به، وفي الوحدة الثامنة هنتكلم عن إدارة مواقع العمل المتعددة لأصحاب العمل، يعني لو أنت عندك أكتر من مكان عمل إزاي تعمل برنامج يكون مناسب لهذه المواقع المختلفة. هل هناك متطلبات تحضيرية لحضور هذا البرنامج التدريبي؟ لا يوجد أي متطلبات محددة للبرنامج التدريبي، ولكن يفضل أن يكون المتدرب ذو خلفية علمية وذو خبرة مهنية. بعد الانتهاء من البرنامج هيكون في اختبار نظري عبارة عن مجموعة من الأسئلة بتغطي النقاط الهامة اللي ناقشناها في التدريب، والهدف من الاختبار ما هو إلا تقييم للمعرفة المكتسبة فقط.